بعدا بنادم الا بغا يحشم راه البنات هي قاضية شوية اتقى الله وي ها دابا ملي ولا شوية غادي مي شوية يتسارى ويدور ويتغرم ويشوف العروبية مزيانة ويلي هذا ما يدور يتغرم ها الهواء هي ديال المدينة ازاه مشنوق مع راسك ها تما كنا معاهم خشيين في الديور وقاعد راه معاهم خشيين وقاعد واري دابا مسكين دابا اللي في دارو راه لا خروج لا نم لا والو اللي في دارو راه مزيانة لي وي وي هاري اللي ما عندوش كاري اللي ما عندو لا سطح لا فين يطلع لا قلت لك لا كاري و ضيق تدخل الله عمي تتقلى لي السطح ديالو والله صح تقلاله يتوسوس عاك الصحة ديالو تقلاله تسوقتي الخميس البارح؟ لا قال لي يا عمر زوين انا ملي دخل هذا الاخر ما نعطيك خبر في سوق كاينه وتقول وني ترى ما كانوش كيعمر السوق ما كان السوق راه كان عاد تمر عطا كاروس ما كانش كيديهم لا يعمروا ولا يقعدوا ديما يجريو عليك وتم غادي هارب عاود النهار الاول كلفنا على الدراري صافي بعد حلفين احسن حيت لي بنادم كبير شويه راه شويه هاني ولات الخضره تتباع زينه ما غاتش دير فيه كاع ونفس الثمن كل شيء ولا مهيت رمضان عاد دواسرها كل شيء كاين كل شيء حزانه هما تناخذهم هما نوضوا احنا غادي الفيه داشنا جا الجمعيه وصافي فتح لك دار قويطين اللي بغيتيه سير تعجيبي اللي تقعد معاه قال لي والله كركوبه لا ديتيني يا خضرتي غنجمعها وما تديه ما قال لي كل شيء شر داو داو العباد الله وداري واحد الخط هو ما كايناش القهوه ما كايناش بقى القهوه ما مش مع البلا القهوه راه حتى في المدينه وعاود يحاول يجوك الناس من كازا ومن يجيك البراني ها مشاتي البراني قال لي البارح علاش السلطه وقفات عارف باش ما يجيوش الناس البرانيين يدخلوا البراني هو اللي واعر اما هذوك كازاويين وداك الشيء يجيوك من دار بيضاء قلال راه باقي فيها باقي في الدار البيضاء قيلة ناقير باقي باقي هو مال وقطع ويا دابا بنادم صعب انت باقي الخوف باقي 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 خوف باقي خوف هذا مازال يحتفظ على راسو تخدش السوق تحضي قاش يا مسكينة عتت هذا فعلي من اليوم شي دابا شي دابا ملي حيدتي لي ماد ملي نقيتيهم غي بحال غيحسوا براسهم راه عاد غيربيو صحيح هادي انت راد ليهم البال عاد غيربيو العيد ما قدوش يحيدوا العيد غيكون ان شاء الله غيكون ان شاء الله يا العيد راه هو اللي غيدعم الفلاح العيد بدا يكون عرفتي لا ما كانش العيد راه ما يبقاش حتى النعجه ما تبقاش تبيعو راه ملي تيبيعوا الناس الخرفان تيبغوا يشريو العيشات يبقى السوق مزيان حيدو العيد راه هو اهلي ولي ابقى مات عاد الجائحة غضرب بنادم خطا والله بنادم يمشي في حالاتو الفلاح يطلبنيش جفاف وحيدو لي العيد العيد راه تيدعم اخي راه تيدعم موين الشواية موين الفاخر المجمر العطرية تيروج كل شيء تيتنفذ فيها كاين اللي عاتي حمل كاين اللي المهم الناس تتصور ضيق ويلي دعم العيد مزيان وكاين اللي تيديرها كرو لا وريه واش هو كان خدام وكان محرشن
خدمة محبوسة. ما كاين حتى لعبة. قال لي شو قال لي والله طلعوا البادية العروبية. قال لي العروبية راه ضربتها الجيحة الجايحة على مرتينا. قال لي الجفاف. وهاد الجائحة بنادم اش غياكلها. ادري واش مشي كاين ما. جاي معاك شي حاجة ولا شي حاجة ويهرب. مش كاع ما تدوي معاه. ادري واش ديال الله. ما يدير حتى حاجة مسكين. الف عليك والحجر غيخدم حيت الرحيم ما كاينينش هي دابا تنطحنوا على الحجر. الحجرة تديها معاك واقيلا. المسند. كوما الحجر ما يخدمش ليا كاع. غادي تنديوه للرحال الخميس، الخميس ما دابا راه غايولي واقيلا رحي دابا ملي غيتحركوا القزارة غايوليو. يعني كاملة الدزازة تاهي دابا صافي الله يعاونك. هاي الحقيقة كاملة صوب الدزازة سند دابا اخر الله اعلم النهاية هي عربي اليوم وما تعرف يبان لك شي حاجة وما عرفت يد الله اخر نهاية عيطوا لهم في الليل تقول لهم غدا داكشي اللي جدي غطيه وهدا عليه تنجيلي بالتليفون ما تبيعيه ما والو انا حاضر صافي يبيعوه بالتليفون الرباطيين الرباطيين ما عليهم عندك الرباط يبيعوه ديريكت نيشان تمشي الرباط كان 50 درهم في المتر يبيعوه ب 60 درهم تيصوروا فيه الملاين اصاحبي خير من الفلاحات خير من الزرع وقتي لاش راه حيت ما كتحط عليه حتى ريال الله يضمن عند الله بنادم شحشين دابا واش كنتي كداوي شي ضرك تداوي شي بنادم ضاع فيه ضاعوا فيه ماي الحديد ضاعوا فيه اللي تيسقطوه ضاعوا فيه كلشي ضاع 70 صندوق راه فيها شحال ولا 70 صندوق كلشي ضاع اصاحبي على السطور الخميس تنشد 5000 على السطيلات تنسقطهم مرحبا البقر لما تطيح ليا 5000 ريال هذا الشيء الخميس اللي كان لا خليه لا هذا هذا اللي تتحول تنبيعو 30 ريال زعبولات 30 ريال زعبولات طاير عام عمي البقر مع ذاك الصباح صافي داغي تنسكتو النور انا تنبيع لك سطيلات هاكر اللي انت تقول هذا شي تصور انا تصور خير البركه ديال الفلوس نتسوق مع القرونجي كان يضرب 400 زعبول والله الا 400 ريال هذوك سميتهم هذوك الحوز 400 ريال تيضرب زعبول ويزيد الحوز 400 زعبول ملي ولا الزعبول ولا دايره درهم راه ما كي والو 30 ريال باش تاكل واحد قلت لك اش يضرب راه كي والو 30 ريال كنت ندير عليهم حتى بجوج درهم اللي زعبوله مليحه غليظه بلا ندير بوحده ندير عليهم ب 40 ريال الزعبول كان تيدير غا شحال هادي 6 دريال 4 دريال 2 دريال دابا ولا 10 دريال درهم 10 دريال العيانة والبيعات الاولى شحال تيبيعوا الصندوق 3000 تيبدا 3000 شويه 25 هذه هو 1000 هو 18 هو وهذا الناس ترقد تيدي 10 سنين بقى شحال تيجي فيهم راه صايف صح هاد النعجادي تتصنت لك المقيس تهز راسها وتخليك تخوى ورا مسكينه تخدم وقال فايد دايز عليها الدزانات تخدم تخدم مسكينه تتعرفوا ياك فايد هادي راه تتعرفك هادي تخدم مسكينه هي تبدل هي هذا هو الدزان ملي تيكون تبدل الخمره سمعتي دابا حتى انت ملي تكون فيها الصوت تعجبك في الدزان احسن احسن من وحده اللي ما فيها الصوت ياك تمشي لك الخدمه احسن منها دابا راه عار ويف ديال القص دابا راه غادي انت غادا قص ما تخليكش تمشى تنقر لهم ولا كانت عندها الصوفه مزيان راه دزه فيها لك معاه القص داغي داغي يلا يلا وتحكا المعلمه ديالها يقلع عليها كاع جلده يقلعوا لها خلي فيها ما يصلح ودابا ترى العزيز ولكن عارف لي خرخ ليها المقيس بشويه عاطيها القياس لا اللي تيكون يبغي يزرب
اللي ما غاديش يرد البال ليا. يوسف رفيق جا عندي هذاك تاع العربيه كان عندي 20 حاجه في قرانات كانت معناها تيدزهم ليا والعربيه تندي مع هذا الكحال ولا شي واحد يدزهم. اه نقولوا عندي نعيش في قرانات جا فجاه. شوف هاد النعيجه بوجهها ومشي. هاش تصور مع الحاول ياش.